الناس اللي بتتفرج على الافلام او حتى بتسمع كل الاحاديث عن السينما وصناعتها يعرفوا انه في مدرستين، مدرسه اسمها المدرسه التجاريه، يعني افلام تجيب فلوس في المناسبات يبقى فيها صنعه قليله بس فلوس كتيره، وفي افلام بيسموها افلام مهرجانات بتبقى ذات قيمه بس مش بالضروره تجيب فلوس، مش بالضروره تعمل مكاسب مهوله. على الأرض الواقع يعني في صناعة السينما بتاعتنا عندنا المدرستين، واحد منهم بيمثلها السبكية، وعندنا مدرسة تانية واحد من اللي بيمثلوها مخرج كبير واسم كبير اسمه يسري نصرال. الحاج أحمد السبكي بيعمل أفلام تنزل في العيد أو في نص السنة أو في شم النسيم، لازم يبقى فيها رقاصة ومغني وقهوة وشيشة وخناقة، وبعد كده يبقى فيه قصة في النص. ودايما في جيل او في فئات من الناس بتتخانق مع الافلام دي او بتقول انه دي افلام سيئه السمعه. اما افلام يسري نصر الله فهي افلام دايما ما بتشارك في المهرجانات، دايما ما بيتم اختيارها في محافل سينمائيه دوليه وكتير جدا بتاخد جوائز اقليميه وعالميه، له اسم. السبكي ويسري نصر الله دونت ميكس ولا ممكن يلتقوا؟ لما قالوا ان يسري نصر الله هيشتغل مع السبكي قال لك ايه ده، معقوله؟ يعني كيف يتاتى ده مع ده؟ يعني لا السبكي هيرضى انه يبقى عنده افلام مهرجانات، افلام كده الناس تدخلها وتخرج منها مش فاهمه حاجه، ولا يسري نصر الله هيعرف يعمل الاشتراطات بتاعت السبكي، هو له مواصفات عشان الفيلم يبقى تجاري ويكسب. الحقيقه انه ده حصل، الميكس ده حصل، وكان الانتاج فيلم اسمه الماء والخضرة والوجه الحسن. أما أنا شفت حتة واحدة يا عمة قمر، البت موزة بصحيح. طب وعش ربنا، حجر الداير لابد على اللط لط ولط. أنا صارفة في حفلة زي دي 100,000 جنيه عشان في الآخر تيجي تقولي أنا قلقان؟ مش غريب شوية إنك تختفي خطيب صاحبتك؟ أنا عيني من واحدة تانية حلوة. انت هتلف كل صباع في ورقه الومنيوم وبعدين تحطها في سلوفان، هتبقى شبه البونبون. لفوا البونبون يا بنات، لفوا البونبون. انت عايز تبوسني؟ لو انت فاكر مسكه ايدي سهله، لا ده انا ضعيفه قوي. ادي اهليه لمأكولات المناسبات. ادعوا لي اللوكان ده جلال، ادعوا لي عشان نكسب ذهب. فريد عايز يكوش على كل حاجه. هو الفرح ده في رقاصه ولا سكاتي؟ جايبين زفت رقاصه. سنتر الكلام وظبط الحوار وسمعنا السلام الملك يا عمنا. ولا 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 اكلت المزايه فاتن؟ يزرع المزايه هي اللي كلتها. يا ابني الناس هتبطل اكل، ما بيسمعوش، شغالين بعينيهم بس. احنا ما عندناش تخلف ولا متخلفين في عيلتنا. انت الناس اللي عيلتنا نص البلد، تفاهم احسن معانا، احسن متعادينا. تجيبوها على الارض يا ولاد وتولعوا فيها. ليه اشمعنى اهو كده بقى كل شيء بقى يا واد؟ بتاع البلطجيه طلع عليا وثبتوني وخد المحفظه مني. شفتهم وهم بيسرقوا اللحمه. عايزك تشيل العار. انت جميله قوي. في الجزء المبهج خليني اقر بحقيقه. الحقيقه بتقول ومن غير يعني اي مزايدات وطنيه، نتائج الاولمبياد، اولمبياد ريو دي جانيرو بالنسبه لنا كمصريين محبطه جدا. يعني احنا طبعا اكيد فرحانين وسعداء باللي حققوا انجازات، انما لا دي نتيجه محبطه. يعني لما احنا دخلنا السنه دي كان عندنا امل كبير، يبدو انه كان فوق التوقعات او زي ما بيسموها هاي اكسبكتيشنز اوفر اكسبكتيشنز، ان هي توقعات اكتر من الحقيقه. واضح او التجربه او الدرس من اولمبياد ريو دي جانيرو انه احنا مش مؤهلين بالقدر الكافي ان احنا نحقق ارقام ومراكز ونسعد الناس ونرفع اسم بلدنا في المحافل دي بشكل مش حتى معقول، اقل من المعقول. دي حاجه لازم نقولها قبل ما ندخل في الموضوع.
احسن ناس تفتكر ان احنا ولاننا فرحانين وبجد فرحانين وسعداء باللي اولادنا عملوه هناك ثلاثه الحقوا ميداليات، انه ده ينسينا الحقيقه. الحقيقه مره للاسف، بس الحلو والمعسول فيها انه الثلاثه اللي اخذوا الميداليات دول كتير منهم اذا ما كانوش هم يعني ان هم يحققوا الميداليات دي مش بس شطاره، مش بس تفوق، مش بس مهاره، لا ده اعجاز. لما نيجي نقارنهم كده باقرانهم في الدول التانيه هتلاقي انه دول مش يستحقوا الميداليات دي، لا يستحقوا اكتر منها اضعاف واضعاف. من ثلاث اربع شهور في الاستوديو ده وعلى الكنبه دي كان معانا بطل عالمي في رفع الاثقال، وساعتها حكى على حاجات تفاصيل في حياته وقال شعر ما كناش نعرف ان هو قايل شعر. والحقيقه ان هو خطفنا في وجود الناقد الكبير المستكاوي اللي قعد يحكي لنا قد ايه الشاب ده حياته كلها اخلاص للعبته، ووعدناه يوميها مع كل اللي كانوا معانا ان احنا لما هنتابع مش بس بقلوبنا وعقولنا، لا بدعواتنا في لعبه رفع الاثقال. وهو بيرفع كيلوهات الحديد الصعبه كانت قلوبنا بتدعي له وخايفه عليه، لحد ما رفع الثلاث رفعات وحقق برونزيه مش بس هو تقلدها انما كلنا لبسناها معاه. محمد فرحتنا. انت جاي خاسس من الاولمبياد ليه يا محمد؟ ما موقف تمرين بقى. ايوه، هو انتوا لما توقف تمرين تخسوا؟ اه طبعا، ما هو انت يعني احنا بنزود اكلنا جامد جدا قبل البطوله وفيتامينات وكده، فطبعا حمل التمرين بيبقى عالي جدا، بنظهر بشكل تاني خالص يعني. بعد البطوله بتبقى راحه سلبيه، بنزل تاني بقى يعني. وغير تسريحة شعرك باين شويه صح؟ اه. خلينا نشوف محمد إيهاب لما كان هنا من 3 4 شهور، وكانت بالنسبه لنا كلنا ريو دي حاجه ما تقدرش تقدرش تعرف مين هيجيب ايه. حلم عند كل الناس، بس ما تعرفش مين اللي هينجز في الحلم ده ومين اللي مش هينجز. الناس هتتفرج عليك على الهوا باذن واحد، مش عاوز بس القناه تبقى مشفره وتبقى الدنيا متقفله خالص والناس مش واخده بالها يعني. بس النيت بس عارف الانترنت كثف بقى الوسائل دي. والدتي ما يعني ما فيش الكلام ده خالص يعني. اه يعني دايما كان والدي برضو كان يشوف اخواتي لما بقى فقد فيهم الامل في ان هم يكملوا في الرياضه وشايفهم بقى في سكه التعليم، كان يشوفهم كده سهرين بعد الساعه 12 يقول لهم ايه اللي انا بقى، تعالى انت الامل اللي فيهم بقى، تعالى سيبك منهم كده وراوخدني جوه يعني. هو كان دايما مهتم بيا، وكان نفسه في يوم من الايام والله بجد يعني حتى يتفرج عليا في التلفزيون. شافوها في التلفزيون مصر كلها لاول مره تتفرج على لعبه رفع الاثقال ولا ايه؟ من سنين طويل. طبعا طبعا كان طبعا مصر كلها اتفرجت، وكانت انا كان نفسي صوتي يوصل للناس، كان نفسي بالحديد صوتي يوصل للناس، ونفسي الناس تفهم المشاكل في لعبتنا وتصلحها عشان بعد كده، عشان ربنا يكرمنا بعد كده في طوكيو ان شاء الله نجيب 3 4 ميداليات كمان يا رب. مصر فعلا فرحت بالانجاز ده يعني اكتر من سعادتي بيها، وحسيت ده في عيون كل الناس. للأسف المرأة الوزيرة أو المرأة اللي تحت الأضواء بيبقى في معيار آخر إضافي دايما الناس بتاخد بالها منه شاءت أم أبت، هو لبسها وأناقتها ومظهرها أمام الناس. أنا من الناس اللي بعتبر ده ظلم بين يعني، الست الوزيرة زيها زي الوزير المفروض نقيمها بس بأدائها، إنما سيلا في زي ما بيقولوا الحياة كده، بما أنها امرأة وبقت حلفة اليمين قدام رئيس جمهورية يبقى الناس هتتفرج على لبسها وطلتها وأدائها إن كان أنيق أم قبيح. واحدة من الجمعيات أو المهرجانات العربية مؤخرا عملت زي مسابقة لاختيار أشيك وزيرة عربية، مع يعني زي ما قلت اختلافي مع المنطق، بس ده حصل. جابوا شوية وزيرات أو عدد كبير من الوزيرات العربيات وحطوهم جنب بعض وذكروا السي في
الخاص بيهم من ناحيه الموضه والازياء. الوزيره دي جنب الوزيره دي جنب الوزيره دي، وكانت كل الاصوات او مجموع الاصوات الاعلى حصلت عليها الوزيره المصريه وزيره الهجره السفيره نبيله مكرم. انا كنت بقول ان ده انا شخصيا حاسه انه ده نوع من الظلم، ان احنا ان الوزيره كمان نخليها يعني كتر خيرها قوي لو عملت اداء كويس في وزارتها، انما ان احنا نقعد بقى عيننا عليها ودي لبسه الجاكيت مش لايقه على البلوزه والجزمه مش ماشيه، يعني حاسه انه ده تزيد، او انا حاسه انه ظلم. هو الحقيقه احنا بدينا من النص كم، احنا بدينا من النص كم. علاقتك بالمودة مع الوزارة كانت، فهو مش بس الجاكيت لايقة على البلوزة او الجوب مش لايقة مع لون الجاكيت، لا لا لا، انا بديت من بدري جدا. انما الحقيقة ده ما خلانيش انه يعني اتوقف او ان انا ابص لنفسي بمنظر تاني، لا انا اشتغلت في ادارة البروتوكول في وزارة الخارجية وعارفة كويس جدا ايه اللي يتلبس وايه اللي ما تلبسش. يعني ما استمعتش قوي للي حصل، هو كان تحدي وكانت مفاجأة بالنسبة لي، يعني كانت مش مفاجأة، كانت مقدمة للوظيفة بطريقة يعني مش صح، يعني أنا لسه هبتدي عملي ولسه هبتدي أوري إمكانياتي في هذا الملف. فلما تطرق الموضوع إلى قضية رأي عام وحملات ارتدي فستانك وحملات ارجعي مش عارفة كل الحاجات دي استغربت شوية. إيه حملات ارتدي فستانك؟ لما حصل موضوع النصكم ظهرت حملات بتؤيد انه لا النصكم ما فيهوش مشكلة ولازم المرأة ترجع تلبس فستانها تاني. كمان الموضوع تحول الى قضية رأي عام، فيعني خضني شوية انه احنا دلوقتي بنبص الحاجات يعني ما كانش خالص بنفكر فيها قبل كده، انما يعني ما اهتمتش وكملت والحمد لله. اهم حاجه الموضوع يعني اتنسى يعني، لا الموضوع ما اتنساش، انا لغايه دلوقتي بتسائل على موضوع نصكم وكان شعورك ايه وكان احساسك ايه. لا الموضوع لغايه دلوقتي لسه فعلا. طبعا ساعتها حسيتي انه انت يعني اللي على المحك هو ايه؟ هو تعامل الرأي العام اللي من اول لحظة بيهاجمك، يعني فكرة انه ان انت عرضة بقى انت لسه ما قلتيش هادي، ولا كان احساسك انه اناقتك كامرأة على المحك ومضطرة انك تثبتي انك واعية لمتطلبات المهنة دي او الوزارة وما تتطلبها من لبس؟ هو الموضوع الحقيقة لما جه مفاجأة، موضوع ان انا هبقى وزيرة كان بالنسبة لي مفاجأة. فالحقيقة نزلت كنت ما كنتش في مصر، كنت في دبي، فلما نزلت كان كل حاجة سريعة، فأنا حتى ما شفتش البرنامج اللي اتكلم عليا، أنا لغاية النهاردة ما شفتوش. إنما بعد كده عرفت وسمعت إن في كلام على النصكم، وما بقتش فاهمة. أنا كنت بشتغل في دولة خليجية وكنت بلبس فستاني وبنصكم، وما حدش عمره كان قال لي يعني خدي بالك أو اللبس ده غير لائق. انزعجت شوية انه في بلدي انا حد يقول انه هذا اللبس او النص كم غير لائق، انما وراني نظرة المجتمع ازاي للمرأة شوية، والاهتمام بالشكل عن الموضوع، كل الحاجات دي يعني زودت في التحدي اللي انا اخدته، ان انا اثبت انه ما تبصوش على النص كم، بصوا على الشغل اللي هيطلع من ورا النص كم ده. بس اكيد وضع في اعتبارك معالي الوزيره انه في ناس كتيره بغرض او بدون غرض، ما النيات بقى ما احنا مالناش فيها، بس هيقولوا ما هي الوزيره مش فاضيه، مع اي مشكله بقى تطلع ما هي الوزيره مش فاضيه، ما هي عماله تلبس وتتطقم. يعني انت مدركه اكيد انه ده هيتقال او بيتقال. انا عامه في لبسي بسيط، يعني انا مش مبهرجه في لبسي، انما احب جدا ان انا البس بذوق، فإذا كان يعني مظهري ده معطلني عن شغلي حيبان في شغلي، إن أنا سايبة شغلي وعمالة أشوف هلبس إيه النهاردة وهلبس إيه بكرة. إنما الحقيقة أنا يعني بشتغل يعني جامد جدا من اللي أنا الحقيقة شايفاه، وشايفة إنه المظهر مع الأداء مهم، إنه مش معنى إن أنا بشتغل جامد إن أنا مظهري مهتمش بمظهري، لا أنا وزيرة مصرية، يعني ده حاجة مسؤولية كبيرة جدا جدا سواء في عملي أو في مظهري. فبالعكس أنا شايفة أنه يعني
بجملة النقد، بس أنا الحقيقة يعني حافظة زي ما أنا. ده كان جزء له علاقة بنشأتك ولا بعملك في وزارة الخارجية؟ لأنه في وزارة الخارجية جزء أساسي بقى من المهنة ومن الشغلانة هو اللبس والمظهر وتنسيق الأزياء مع بعضها، يعني ده من الديوتيز من المهام اللي مكتوبة في شغلة وزارة الخارجية. السبب هو الشغل ولا البيت؟ المدرسة، اليونيفورم بتاع المدرسة كانوا بيعلمونا. احنا زمان كنا بنتضايق انه يعني يمنعونا ان احنا نحط توكة في شعرنا لونها غلط عن لون لبس المدرسة. صح؟ اليونيفورم. صح. انما الحقيقة المدرسة هي اللي زرعت الذوق، وهي اللي زرعت ازاي الواحد يلبس وازاي يبقى لابس شيك وكويس وسامبل بكل تواضع، انما يدي منظر كويس. فمدرسة ايه كانت؟ مدرسة اسمها سان جيرانتيد في اسكندرية، هي مدرسة فرنساوي معروفة في مصر انها البزنسان. انما إيه؟ البزنسان. انما افتكر كويس جدا انه في مرحلة الاعدادي كنت طلعت رحلة، اول مرة اطلع رحلة خارج اسكندرية، ورحت بورسعيد، واول مرة امسك فلوس في ايدي، ورحت اشتريت سواتر لونه بيج، واحنا اليونيفورم بتاع المدرسة ازرق، وكانت مديرة المدرسة معايا وأنا بشتري هذا الجاكيت، وشجعتني وأنا انبسطت أن أنا بمالي الحر جبت هذا الجاكيت. إنما لما الرحلة خلصت ورجعنا تاني اسكندرية، أول يوم مدرسة لبست الجاكيت البيج، هي مديرة المدرسة نفسها نادت لي وقالت تعالي هنا، لبس المدرسة لونه إيه؟ فعرفت بقى باللي هيحصل لي، فقلت لها أزرق، قالت لي لا جاكيت. ولغاية النهاردة أنا ما شفتش الجاكيت ده خالص. اتصادر. هم ربوا فينا نوع من أنواع الالتزام ونوع من الرقي في اللبس وإزاي نقف حتى. بعد كده طبعا ده مع البيت، وبعد كده الخارجية، تمثيل مصر في الخارج، وأن الواحد يبقى دبلوماسي قد المهمة. إحنا ممثلين للبلد في الخارج، فمحدش يقول الدبلوماسية دي يعني ظهرت بمظهر غير لائق في ريسبشن. لا، بتبقى يعني لا تؤخذين بفضيحة، بتبقى حاجة يعني في عرف الخارجية انه ازاي يعني لابسة كده. مظبوط. فكل دي تراكمات، وبعدين السفر بره بيوري العين حاجات بذوق معين بلون معين ما كنتش اخد بالي ان ده يجي على ده. كل الحاجات دي ادت في النهايه ان ممكن الواحد يبقى عنده مذاق معين في اللبس. طيب، على ذكر المدرسه، عرفت انك بعد فتره كبيره جدا روحتي مدرستك ولبستي بقى الجاكيت اليونيفورم تاني، وقعدتي مع سلمتي على مدرساتك وقعدتي مع البنات التلاميذ في المدرسه. احكي لي عن الرحله دي مع الوزير. انا يعني بحس دايما بالولاء والانتماء لمدرستي، لانه انا قضيت فيها من وانا في حضانه لغايه ثانويه عامه، فانا مرتبطه بهذه المدرسه جدا جدا، وزي ما قلت هي اللي ربتني وهي اللي علمتني الصح من الغلط، وهي اللي خلتني نبيله مكرم. فبعد ما توليت الوزارة حرصت أن أنا أرجع تاني المدرسة، وطلبت من إدارة المدرسة يحضروا لي اليونيفورم عشان ألبس وأبقى مع البنات. الغرض من الزيارة دي غير أن أنا كنت عايزة أرجع لمدرستي، أنه أنا أقول للبنات الطالبات أنه كل واحدة فيكم مرشحة في يوم من الأيام تبقى وزيرة، وأنه ما فيش داعي للسفر برا، إحنا بلدنا محتاجانا. فكنت عايزة أنقل لهم الخبرة دي وأشجعهم، فكان يوم جميل جدا. قابلتي حد من اللي كان في المدرسة تعرفيه ولا كلهم كانوا مشوا سوا؟ الحقيقة صاحبتي يعني الأنتيم بتاعتي هي لبنانية أرملية مصرية اسمها جونوفييف. جونوفييف دي من وانا في حضانه، يعني من 6 سنين لغايه ثانويه عامه واحنا مع بعض. هي كانت عايشه في اسكندريه مصريه بس ارمليه لبنانيه. فلما خلصت هي طب اسنان في اسكندريه رجعت على بيروت، فلما عرفت انه يعني انا رايحه المدرسه نزلت من بيروت وجات معايا المدرسه، فكان ده بالنسبه لي حاجة جميلة جدا، لأن هي دي صديقتي الوحيدة اللي أنا فعلا يعني من صغري لغاية لما اتخرجت وأنا معاها. طيب، عرفتوا أن موضوع الطول ده كان بيخليهم على طول يقعدوكي ورا في الفصل، آخر واحدة في الفصل تقعدي؟ دايما في أول السنة الدراسية بنبقى كل يعني في الفصل عندنا في المدرسة بيقولوا مين يقعد فين، وبنلتزم بالمكان ده لغاية آخر السنة.
فطول عمري عشان أنا أطول واحدة في الفصل أطول واحدة في المدرسة، فكنت دايماً يعايدوني في الآخر، فببقى عارفة مكاني على طول من أول السنة الدراسية. فكان نفسي أقعد قدام، يعني شعور جميل جداً. يا حرام. فأنا فاكرة كويس جداً أنه في ثانوية عامة يعني آخر سنة بقى في المدرسة، عايزة حد يديني فرصتي وأقعد قدام كده وحس بنفسي، فطلبت أن أنا أقعد قدام. يعني قلت لهم أنا يعني من الحضانة بقعد ورا، أعدوني قدام حتى ثالثة ثانوي دي أحس. قالوا لي خلاص عادي، بس يعني ما لما تيجي تجاوبي ما تقوميش. إيه؟ لأنه بسد على اللي ورايا، طب هعمل إيه؟ يعني الموضوع بيبقى صعب جدا جدا. انما كنت معروفه في المدرسه بطولي، وكنت بلعب باسكت في المدرسه. كم سنتي طولك؟ كم سنتي؟ انا تقريبا 175. رياضيه باسكت بول فعلا. بس فطول عمري يعني موضوع وحضرتك اطول وزيره في الحكومه في السيدات مش في الرجاله؟ في السيدات. انا بتهيألي شفت. ايوه انما في الحكومه لا. على فكره احنا ده اغرب حوار انا عملته في حياتي. يعني انا ممكن اتكلم في الموضه والازياء، وممكن اتكلم في الوزاره والسياسه، بس الاثنين مع بعض ده جديده. جديده. Really made this operation, and all the nurses and all the workers at the hospital of Banha. معالي الوزيرة، الصورة دي أو المحفل ده حضرتك كنت فيه؟ كنت بخدم وقتها في أنصليتنا العامة في شيكاغو، وحصل موضوع انه فريق الاطباء المصري اللي نجحوا في فصل توأم ملتصقين بالراس، وكانت اول عمليه جراحيه بتنجح على مستوى العالم. واوبرا وينفري سمعت بهذا الموضوع، ف بعض العاملين من اللي عندها اتصلوا بالقنصليه علشان كانوا عايزين يسجلوا او يعملوا حلقه عن الموضوع ده. الحقيقه العاملين في القنصليه العامه في شيكاغو ما اهتموش بالتليفون قوي، واترمى التليفون عندي. فلما عرفت بالموضوع اشتغلت مع المنتجه على يعني حسيت انه صحيح دي مش شغلتك ومش مهمتك ان انت تساعدي برنامج تلفزيوني ابدا، بس حسيتي انه اللي في بنها لازم ياخدوا الاهتمام اللي يستحقوه، فاشتغلتي حاجه ملهاش علاقه بيكي. يعني فخر لمصر ان طبعا نظهر ويظهر العمليه اللي تظهر العمليه الجراحيه بهذا الشكل. يعني البرنامج بتاع اوبرا وينفري ده يعني مشاهد من يعني ناس كتيره جدا. فاشتغلت وجبت يعني الاطباء من مستشفى بنها، وجبت الام والبنت، واشتغلت معهم ان احنا نطلع الحلقه دي بصوره جميله جدا لمصر. ما كنتش عامله ان انا هطلع مع اوبرا وينفري خالص، يعني انا بعمل شغلي وخلاص. فليله التصوير لقيت المنتجه بتكلمني وبتقول لي اوبرا وينفري عايزاكي معاها على المسرح. فانا قلت لها لا انا ما اقدرش، انا دبلوماسيه ويعني لازم تصريح من ولا لا من غير تصريح. انا ما اعرفش حاجه عن العمليه الجراحيه، ما فيش حاجه اقدر اضيفها. كويس ان الدكاتره موجودين هم يقدروا يتكلموا. فالحقيقه صممت وقالت لي لا، هي يعني ممتنه للي انت عملتيه وعايزه تكافئك ان انت تطلعي معاها على المسرح. ففعلا حصل وعملنا الحلقه وصورت معاها. انا في الحلقه دي على فكره كنت حامل في ابني الثالث، وهي خلتني الحقيقه اسجل بصوتي شعور الام لما عرفت ان الولاد ملتصقين في بطنها. فكنت بترجمي؟ لا، غير الترجمه. في بدايه الحلقه خالص كنت بسجل بصوتي على انه الام ان هي اكتشفت انه في مشكله في البيبي، فكنت انا حامل كمان، فكان الموضوع بالنسبه يعني لي صعب. الفويس اوفر يعني الاداء الصوتي مظبوط. فانما يعني كانت حلقه جميله جدا جدا، والاطباء المصريين قد كده كنا فخورين بيهم، وهي عملت حلقه جميله جدا. ابن حضرتك بقى دلوقتي عنده كم سنه؟ 10 سنين. حضرتك عندك ثلاثه؟ ثلاثه. واحد الكبير 21 سنه و 16 سنه و 10 سنين. ثلاث ولاد ربنا يخليهم. وسط
قلة أو انعدام الإمكانيات تقريبا لوزارة الهجرة لحد اللحظة دي، اللي بتقدمه الوزارة دي للجيل الثاني والثالث؟ في ضوء عدم الإمكانيات أنا الحقيقة اللي بيفيدني في القصة دي كلها الولاء والانتماء الشديد للمصريين في الخارج تجاه بلدهم بصراحة. هم محبين لبلدهم بس كانوا منتظرين حد يفتح الباب. فهي دي إمكانياتي، إنه حب المصري في الخارج لبلده عالي جدا جدا. مش عايزة أقول إن هو أكثر من الداخل، إنما هو عشان في الغربة بيحس ببلده أكثر. هي دي إمكانياتي، عشان كده لما قلت هعمل حاجة للجيل التاني والتالت كله أقدم. جابوا ولادهم؟ إحنا عملنا ملتقى للجيل التاني والتالت في ديسمبر. جابوا، عملنا ملتقى 300 شاب وشابة من أنحاء العالم، ورحنا شرم الشيخ ورحنا الأقصر وجرينا، عملنا ماراثون وأنا جريت معاهم لصالح مستشفى الأورمان. إنما أنا بكتشف كل شوية حاجة جديدة، زي ما اكتشفت مصطلح الوافد المصري في مصر من الطلبة المصريين يعني اللي عايشين في الخارج، اللي أهليهم بتنزلهم يدرسوا في مصر ويرجعوا في الصيف للبلد المضيفة لغاية لما يخلصوا دراستهم ويعملوا المعادلة ويختفوا. دول اللي أنا بشتغل عليهم حاليا. لا مش فاهمة، اللي هو بيروح يدرس سنة وما يرجعش؟ لا، أنا لما روحت كندا في زياراتي للجاليات المصرية في الخارج، روحت كندا اكتشفت ان في أسر بتنزل أولادها يدرسوا في الجامعات المصرية. احنا مفهومنا ان احنا اللي بنودي عيالنا في الخارج، لا، في أسر مصرية كندية بتنزل أولادها يدرسوا في مصر في جامعات. ليه؟ محاولة من هذه الأسر لربط الأولاد بوطنهم، خوف على البنات في هذه الفترة. العامل المادي في كندا، الجامعات هناك غالية جدا. في كندا الفترة الزمنية مثلا لكلية الصيدلة أقل بكتير، سوري، أزيد بكتير من الفترة اللي بيقضيها. كل هذه الأسباب بينزلوا الولاد. طب إحنا عندنا هذا الكنز على أرضي ومش دارانين. فلما عرفت بالموضوع ده نزلت جري، رحت على معالي وزير التعليم العالي، قلت له أنا عايزة بيان من فضلك، مش بس بقى المصريين كندا، كل الوافدين المصريين اللي جايين يدرسوا. فمشكورا عمل لي هذا البيان، خدت هذا البيان وعرفت فين الجامعات بتاعتهم، ورحت زرتهم في كل هذه الجامعات المصرية، عرفتهم بالوزارة وعرفتهم بدور الوزارة وعرفتهم يعني أوريتهم اهتمام القيادة السياسية بالجيل التاني والتالت ده مهم جدا. وعملنا أول ملتقى لهؤلاء الشباب في رمضان، وجبت لهم مجموعة شباب التي 20 شرحوا لهم المشروعات التنموية اللي بتحصل في مصر. يعني ايه تي 20؟ مجموعة الشباب اللي شغالين في المشروعات التنموية، ابتدوا يشوفوا حاجات في البلد ما كانوش عارفين انها بتحصل. المرحلة اللي بعدها قلت لا، انا بقى مهمتي كمان ان انا احميهم. فتواصلت مع معالي وزير الدفاع وعملنا دورة تثقيفية لمفهوم الامن القومي المصري. مهم جدا ان الولاد دول يعرفوا ايه الامن القومي المصري، مفهوم الدولة المصرية، التحديات اللي بتواجه الدولة، لانه بره المحاضرات، سلسلة محاضرات يعني، محاضرات وزيارات ميدانية. عشان كده بقول لحضرتك في بداية الحلقة رحت معهم مستعقة، راحوا الكلية الحربية، راحوا بانوراما 6 اكتوبر. الشباب دول بقى اللي هم في تي 20 امال في ايه؟ لا، دول الشباب، الشريحة اللي بيدرسوا هنا. انتوا فعلا انتوا دول اللي بيدرسوا هنا واهليهم في الخارج؟ لا. طب ممكن، لا لا افهم شويه معلش. اولا بحييكم وبرحب بيكم، كلنا بنرحب بيكم. المجموعه اللي هنا دول انتوا اهليكم في الخارج وجيت في الخارج في دول اجنبيه ولا دول عربيه؟ لا بس انا بدرس بره. طب معلش، وانتوا ازاي وزيره الهجره وصلت لكم بقى؟ عن طريق الجامعات. ممكن الميكروفون بعد اذنك؟ عن طريق الجامعات. يعني الجامعات كلموكوا وقالوا لكم يا جماعه في عندنا وزاره اسمها وزاره الهجره بتترأسها او بتتبوأها وزيره اسمها السفيره نبيله مكرم، عايزه تقابلكم. تمام. فرحتوا تقابلوها. فحضره الوزيره جت عندنا الجامعه وقالت ايوه، ما شكيتوش ان هي ممكن تكون عايزه منكم حاجه؟ لا هي
لا، فحضرة الوزيرة جت عندنا الجامعة وعملت مؤتمر وعرفتنا بيعني ايه وزارة الهجرة ويعني ايه الطلبة الوافدين، وانا اقدر اساعدكم في المرحلة الجاية وانتوا يعني طب ممكن ادي البنات البنوتة دي معلش، ولما قلتي لاهلك هناك بقى ان وزيرة الهجرة عايزة تقعد معانا ما قلقوش؟ اوعى تقولها بنقبض كام؟ لا بصراحه وانا اللي اتفاجئت، يعني انا يعني كوزيره هي اللي تيجي الجامعه وتقابل هي اللي تطلب الطلبه، فكانت حاجه يعني جديده بالنسبه لنا يعني معروف وزيره في حالها تيجي عندنا كليه وهنقعد معاها ونقابلها، فكانت بالنسبه لنا حاجه مفاجاه جدا. واحلى حاجه يعني ارتحنا لنا يعني الوزيره فيها ان هي في قمه التواضع، يعني مع فترات الدورة ومع فترات الزيارات الميدانية والدورة التثقيفية كانت يعني متعاونة معانا جدا، يعني لدرجة ان هي كانت بتتصور معانا وقاعدة معانا طول، يعني لدرجة ان انا كنت بكلمها عادي، اللي هو الفكرة ان انا كنت لغاية دلوقتي مش مصدقة. يا احد اسمك ايه؟ سارة. انت في كلية ايه يا سارة؟ كلية اعلام. كلية اعلام. بصي يا سارة، انت مش جات لكم وزيرة في الحكومة، دي اشيك وزيرة في العالم العربي. اهلا بيك يا استاذه منى. انا قلت بقى جاي من مهرجان لوكارنو هيجي بالتوكسيد وبالبدله، انت جاي الدنيا حر يا استاذه منى جدا. ايه ده والله، ولا جاي من بالقاس؟ جاي من بالقاس. لا جاي من كله. اتصور في بالقاس فعلا؟ ثلاث اسابيع، كل الحاجات اللي اتصورت في يعني شقه رفعت وكريمه وجلال، الشقه بتاعت ليلى علوي، الشارع اللي قدامها اللوكاندا، كل ده في بالقاس فعلا. خارجي كله؟ خارجي. الفيلم مبنية. كله خارجي. الفيلم كله خارجي، مفيش ديكورات مبنيه خالص يعني. والجزء بتاع الفرح صورناه هنا جنب سقاره.